سيدي، بداية يعني السياسة الخارجية اليونانية هي مع الأسف سياسة ليست متوازنة وواضح تماما أنها تتخبط في تصرفاتها وعلاقاتها، وخير دليل على ذلك ما فعله وزير الخارجية اليوناني بعد وصوله إلى مطار طرابلس وثم العدول عن النزول والعودة مرة أخرى والذهاب إلى لقاء حفتر، وبالتالي هذا التخبط السياسي يعكس مدى عدم وضوح الرؤية وضبابية المشهد، ومع الأسف هناك تخبط حقيقي وعدم نوايا صادقة في التعاون مع كل دول المنطقة، وأتوقع أنه انتهك انتهاكا كبيرا كل الأعراف الدبلوماسية واحترام أهل البيت واحترام كيفية التعامل مع أهل البيت، وهذا التخبط السياسي مع الأسف يدل على عدم وجود نوايا صادقة للتعاون الحقيقي في ملفات الدولة الليبية التي تعتبر دولة ذات سيادة ويجب احترامه. هذا أولا. ثانيا، طبعا بكل تأكيد اليونان تصطاد غضبا من الاتفاقية التركية الليبية وتريد بأي شكل من الأشكال أن تضع العصا في الدواليب وأن تعيق هذه الاتفاقية لأنها هي الخاسر الأكبر. الاتفاقية الليبية التركية أعادت إلى ليبيا أكثر من 18,000 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية، وأعادت إلى مصر أكثر من 30,000 كيلومتر مربع أيضا من المياه الإقليمية على حساب اليونان. اليونان تحاول أن تستولي على مساحات هائلة من المياه الغير تابعة لها من خلال ما يسمى خلال التجاوزات في قضية الحدود البحرية، وأيضا محاولة الاستئثار وإنهاء هذا العمل من خلال أنها ما يسمى منتدى شرق المتوسط الذي عقد في أثينا عام 2019 وأيضا مرة أخرى في القاهرة، والتنسيق المسبق مع كل من قبرص اليونانية وإسرائيل ومصر، وتهميش الدور التركي وتهميش الدور الليبي، وبالتالي هذا يدل على أن لا توجد نوايا صادقة في التعاون المشترك في التقاسم المشترك وفق القانون المنتصف والمحاصصة الدولية. وبالتالي نعم، زيارة وزير الخارجية الليبي أنا في حد ذاته تعتبر هي ليست لا تصب في مصالح الأطراف المعنية وتحديدا الحكومة الليبية وأيضا الاتفاق التركي الليبي، وإن كانت تركيا تدعت كل الأطراف أن يكون هناك تنسيق، ولكن اليونان هي همشت الدور التركي، فبالمقابل تركيا تهمش الدور اليوناني وقامت بالاتفاقية التركية الليبية.